von Bon Ton Sa Ji Mun Ha Un Kha Ji Mun Ha Un Kha Dal Un Dal Un Ra Un Za Dal Un Dal Un Ra Faiz Muhammad Naif صفة مساعد مدير مدرسة المركزية وزن يا ريت تعطينا شنو هي المشاكل اللي تعرفها عندكم كمدرسة كمدرسة المركزية أول شيء المشاكل اللي نعرفها من ناحية المبنى ونقص الفصول المبنى غير صحي يعتبر للدراسة والتدريس الفصول عدد الفصول 6 فصول الفصول كلها بدون نوافذ وبدون أبواب كلها وعندنا توا حاليا من بداية الدراسة عندنا نقص في مجموعة من الكتب الكتب الدرسية طبعا ما جتش بكل من بداية السيمستر والحقيقة احنا توا طبعا في فصل الشتاء مش عارف حتى التلميذ كيف بيقرأ توا حاليا يعني من غير باب من غير نافذة يعني الروش ما فيش بكل والباب ما فيش بكل مش عارف حتى كيف بيقرأ صراحة بصدق يعني أبسط سقع أبسط ريح أبسط مطر والمدرسة حتى هي تعتبر غير صحية بكل لأن أول ما تجي المطر طبعا السقف كله مع بعضه يقطر صراحة المدرسة غير صحية للدراسة والتدريس بكل. طيب كلمة توجهها للجهات المسؤولة عن التعليم؟ والله جهات مسؤولة زي ما نقولوا الجهات المسؤولة في بعض مهندسين جو هنا ممكن قدروا كذا وشافوا المدرسة وقدمنا تقريرنا وقدمنا كذا لكن اللي توه ما فيش أي حل وأي جدول الواحد المشكلة هذه في الأبجد هي